أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير. إلى قبل الجرس من شاشة سي إن بي سي عربية، ملفاتنا الاقتصادية إن كانت على وقع تصريحات ترامب هذه المرة وتعزيز أيضا لنيته لرفع التعرفة الجمركية على الصين ب100%. نوايا كثيرة يضعها ترامب اليوم أمام مواجهة في الفترة المقبلة أمام الصين في حال وصوله لسدة الحكم. سنتيا، صحيح سالي، صباح الخير بداية ولكل المشاهدين. بالفعل هذه الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل كبير على الصين، وأيضا سنتناول خلال ما قبل الجرس اليوم توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي. نتابع. إذا نبدأ مع الخبر الأول مشاهدينا، وهو توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي. نذكر أنه يبدو سالي أنه ثبت التوقعات للعام 2024 ولكنه رفعها بالنسبة للعام المقبل. فعليا هذه التوقعات سنتيا لصندوق النقد الدولي للعامين المقبلين تأتي أيضا وسط النشاط والتباطؤ في النشاط في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بأنه يعني خفض بواقع 10 النقطة المئوية بالنسبة لتوقعات النمو للاقتصاد. لكن يبقى التحدي الأبرز هو قطاع الخدمات الذي يطغى على بيانات التضخم بشكل كبير. صحيح يعني، وأيضا عالميا بالنسبة لمنطقة اليورو نلاحظ أن صندوق النقد الدولي قام برفع توقعاته للاقتصاد، يعني وهي أيضا توقعات طفيفة ولكن أيضا تبقى إيجابية بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو. وحتى نذكر بهذا الإطار بالنسبة لمصر والسعودية، يعني عربيا أيضا صندوق النقد الدولي كان له بعض التوقعات في التراجع بالنسبة للعام 2024. وطبعا سالي يأتي ذلك اليوم مع الضغوطات التي تشهدها مصر على الرغم من الإصلاحات، وخاصة مع استمرار ارتفاع يعني العديد من القطاعات يعني منحى التضخم. فعليا البنك يعني بالنسبة لصندوق النقد الدولي أرجع هذه التفاصيل في المنطقة، خاصة للتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ما أثر أيضا على التوقعات للنمو، وبالتالي ذلك يأتي أيضا في بند آخر إن كان ينظر إلى الاقتصادات العالمية وخاصة في الولايات المتحدة، الضعف الذي يشهد سوق العمل وتراجع في الإنفاق بسبب السياسات النقدية المتشددة. وطبعا سالي يعني اليوم توقعات صندوق النقد والتحديات العالمية، وسط كل ذلك سنتعرف أيضا على تحركات الأسواق العالمية معك. إذن مشاهدينا، كيف هي تحركات الأسواق العالمية بداية في هذه الجلسة؟ نبدأ من أسعار النفط وما شهدناه من تراجعات كانت يوم أمس واستمرار هذه التراجعات التي تأتي للجلسة الرابعة على التوالي. ما زلنا كسر مستويات ال 84 دولار يبدو واضحة في هذه الجلسة، وأيضا نتداول عند مستويات ال 10 النقطة المئوية من التراجعات. الخام الأمريكي على استقرار عن مستويات ال 80 دولار، تأتي بيانات المخزونات الأمريكية أيضا لتتراجع بأكثر من 4.4 مليون برميل. على الرغم من هذه البيانات إلا أن هناك ضغط واضح وخاصة بسبب مخاوف ضعف الطلب من الصين. ننتقل إلى العملات الرئيسية، كيف هي التحركات بعد ما شهدنا بيانات مبيعات التجزئة من الاقتصاد الأمريكي التي شهدت استقرارا نوعا ما خلال الشهر الماضي، وبالتالي ما زالت المخاوف المتعلقة من تباطؤ النمو للاقتصاد الأمريكي في ظل التباطؤ الذي شهدناه في سوق العمل. استقرار مؤشر الدولار عن مستويات 104 ما زال يختبر أدنى مستويات في الشهر. أما بالنسبة لليورو مقابل الدولار على ارتفاعات وتسجيل 1.09 لهذه المستويات. اليوم الاستدارة التي نشهدها واضحة على حركة الدولار مقابل الين، كانت هناك بعض الأنباء التي ذكرت على تدخل الحكومة اليابانية لدعم سوق العملات، وبالتالي أنفقت أكثر من 34 مليار دولار من أجل دعم الين الذي شهد ضغوطا واضحة وكان قد وصل لأدنى مستوياته في 38 عاما. ننتقل إلى الحركة بالنسبة للذهب، كيف هو يأتي أيضا مع التراجعات التي كانت على الدولار، ولكن أيضا بالنسبة للذهب يستقر عند مستويات 2467. هذه التراجعات الطفيفة نوعا ما بأقل من 10 النقطة المئوية، حالة من الهدوء عم نشهدها في الأسواق. الترقب الأبرز للمسار الذي سيكون للفيدرالي الأمريكي، التسعير اليوم بأكثر من 90% أن يكون الخفض في شهر سبتمبر بواقع 25 نقطة أساس. التصريحات التي كانت من
من ترامب يوم أمس، وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على الصين المتوقع أن يفرضها في حال وصوله لسدة الحكم، يرى بأنه سيرفع هذه التعريفات ل100%، إذن يشعل النار من جديد في حربه التجارية على الصين. ردة فعل الأسواق الآسيوية كيف هي بعد هذه التصريحات؟ لاحظنا التراجع خاصة على الأسهم التايوانية والتي TSMC التي شهدت تراجعات بأكثر من 2%. صرح ترامب بأن على تايوان أن تدفع لواشنطن مقابل دفاعها عنها في ملف الصين وتايوان. التحركات، لاحظوا التراجعات جماعية إن كانت للأسواق الأسيوية. لدينا في أسواق CSI كومبوزيت أندكس الصينية على تراجعات بنصف النقطة المئوية، CSI 300 على تراجعات هادئة بأقل من 20 نقطة المئوية، فيما نيكي اليوم على استدارة وتراجعات بأكثر من 144 نقطة يفقدها المؤشر. التحركات التي شهدناها على الأسواق الأمريكية يوم أمس، اختبار مستويات تاريخية كانت للداو جونز بعد البيانات التي تابعناها لبيانات التجزئة والتي جاءت على استقرار مقابل توقعات كانت بنكي ماش ب0.3%. هذا يعطي انطباع بنوع ما تهدئة، لكن تبقى توقعات لصندوق النقد الدولي لهذا العام والمراهنة حول موضوع المعدلات الفائدة المرتفعة وتأثيرها وأيضا التباطؤ للاقتصاد الأمريكي مبنية على بيانات رئيسية إن كانت للضعف في سوق العمل وغيرها من البيانات. عم لاحظ نوع من التباين على تراجعات للناسداك والأس أن بي 500 في العقود المستقبلية. وإلى مواضيع تحت المجهر، يبدو أن ترامب دائما يتصدر الأخبار ويثير الجدل، ويبدو سالي اليوم أنه يسعى لزيادة رسوم الجمركية على الصين حتى يمكن أن تصل إلى 100%. يعني فعليا هذه ردة الفعل ليست مستبعدة من ترامب، يعني هو أول من رفع وفتح الباب بالنسبة لحربه التجارية على الصين، نظرا لمحاولته من أجل حفاظ على روح المنافسة في الاقتصاد الأمريكي وعلى الحقوق الملكية للشركات الأمريكية. صحيح سالي، يعني ويمكن هذا الأمر الوحيد الذي اتفق فيه ترامب مع بايدن كخطة انتخابية بين المرشحين. وأيضا يعني نشير بهذا الإطار أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين يمكن أن تؤثر على انخفاض نمو الصين إلى النصف حتى، لأنه اليوم هي تعتمد بشكل كبير على صادراتها، وبالتالي يعني أنه نشير بهذا الإطار أن الرسوم الجمركية يمكن أن تتراوح بين 60% و100% على الواردات من الدول الأخرى يعني، وبالتالي اليوم يعني هذا يشكل ضغطا كبيرا على اقتصاد الصين. وكذلك ردة الفعل التي ستكون أيضا بتوقعات الخبراء بوصول ترامب إلى سدة الحكم، سيكون هناك ارتفاع في التضخم، يتوقع عودة قوة الدولار من جديد، وبالتالي التوقعات قائمة بناء على مساره في موضوع الضرائب. صحيح، ونشير أيضا بهذا الإطار سالي أن ترامب يعني يسعى لخفض الضرائب أيضا على الشركات إلى 15%، وهذا اليوم يمنحه ثقة أكبر من الشارع الأمريكي. وفعليا سنرى إلى أي مدى سيكون وضع الاقتصاد الأمريكي مع وجود ترامب في سدة الحكم الأمريكية. لكن انتقالا هذه المرة لوكالة الطاقة الدولية، وفي أحدث التقارير يبدو بأن المعروض العالمي سنتيا من الغاز الطبيعي قد انخفض خلال الربع الثاني من هذا العام. هذه التراجعات كانت واضحة، وردة فعل كانت شاهدناها ليس فقط في الأسواق العالمية إن كنا نتحدث من كبار المنتجين من الولايات المتحدة وأستراليا، لكن أيضا في المنطقة العربية هناك دول تعمل على تصدير الغاز، وكان من أبرزها مصر والتي أوقفت صادرات الغاز كونه تستورد الغاز، تعمل على إعادة تسييله في مصانعها في مصر وإعادة تصديره، وبالتالي هنا كانت ردة الفعل واضحة. بالفعل يعني، وكما أشرت أيضا إذا نظرنا إلى الطلب بالنصف الأول من العام 2024، نلاحظ أنه فقط تركز بالربع الأول من العام الحالي، كان عند حوالي 70%، ولكن عاد الطلب لينخفض في الربع الثاني، وبالتالي اليوم هذا الخلل ما بين الطلب والعرض يعني طبعا أدى إلى هذا التباين في أسعار الغاز. وأيضا نشير سالي بهذا الإطار اليوم مع انخفاض المعروض يعني بالنصف الأول، كان هناك شتاء دافئ بالعام 2024، وهذا ما أشار إليه مورغان ستانلي، وأيضا
أدى يعني إلى التباين بالأسعار على الغاز. فعليا الأسعار التي شهدناها على الغاز في الجلستين الماضيتين بعد ما اختبرنا للعقود الأجلة الأمريكية للغاز أدنى مساويات في شهرين. أيضا وفرت المعروض الذي كانت بأكثر من 18%، تعتبر هذه مقارنة بالفترات السابقة خلال هذه الفترة يعتبر هناك وفرة في هذا المخزون المتعلق بالغاز. ولكن إن نظرنا أيضا مشاهدينا للنصف الثاني من هذا العام وما تتوقعه أيضا وكالة الطاقة الدولية بأن يكون هناك أيضا وفرة في المعروض نتيجة البدء في عمليات المتعلقة بمنشأة تسييل الغاز في الولايات المتحدة التي ستوفر مزيد من المعروض في الأسواق. صحيح، ونشير بهذا الإطار إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن آسيا تشكل اليوم 60% من حجم الطلب على الغاز. وننتقل سالي هذه المرة إلى موضوع آخر وتحديدا يعني أنشطة صناعة الترفيه، يبدو أنها فعلا إيرادات هذا القطاع ارتفعت بشكل كبير بالعام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع أيضا حتى العام 2028. يعني اللافت اليوم إن كنا نتحدث عن أنشطة الترفيه لم تعد هي وجود الأماكن العامة للترفيه، وأيضا حتى على أدوات التواصل الاجتماعي يمكن أن نركز اليوم بالنسبة على هذا البند. تقرير لPwC ذكر بأن هناك ارتفاع في إجمالي إيرادات أنشطة صناعة الترفيه بمتوسط يصل ل 3.9% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. الأمر الرئيسي يعود بفضل الإعلانات عبر الإنترنت بالإضافة لفعاليات البث المباشر التي قفزت بأكثر من 2.8 تريليون دولار، يعني هذا الرقم لافت يعني خلال عام 2023. صحيح، وبهذا الإطار سالي نذكر أنه الولايات المتحدة الأمريكية تبقى من الدول الأكثر إنفاقا في هذا القطاع، يعني هي لديها فعلا اليوم عدة شركات كبيرة تقوم على إنتاج أهم الأفلام بإنتاجية عالية، وهذا يجعلها اليوم طبعا يعني تجني إيرادات كبيرة والأولى بين كل دول العالم. يعني دائما سالي نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى بصدارة عالم الأعلام والأعلانات أيضا، وتبقى للألعاب الإلكترونية اليوم المهرجانات، وحتى تبني الحكومات لهذا القطاع بات بشكل كبير تخصيص الأموال بكثرة. يعني عم نلاحظ بالنسبة للألعاب الإلكترونية مشاهدين هذا القطاع الذي شهد أيضا أسرع القطاعات نموا خلال هذه الفترة، وينظر بأن قيمته قد تتخطى 300 مليار دولار خلال عام 2028. صحيح سالي، وأيضا يعني بإطار أخبار الشركات وهذه المرة بمواقع التواصل الاجتماعي، الشركة الأم لمنصة تيك توك وهي بايت دانس يبدو أنها في صدارة شركات اليونيكورن. وحين نتحدث عن اليونيكورن طبعا يعني سالي هي الشركات الناشئة التي تكون لديها قيمة سوقية عالية. فعليا يعني هذه هي الخطوة التي على الرغم من المحاربة التي كانت على تيك توك وخاصة من الولايات المتحدة، يعني يبدو بأن الشركة استطاعت أن تحقق يعني صدارتها في هذا المجال، وبالتالي هناك القيمة المتعلقة بشركات اليونيكورن بقيمة 225 مليار دولار. تعد شركات اليونيكورن هي الشركات الناشئة التي لا تقل قيمتها عن المليار دولار كما ذكرت سنتيا، لكن في المقابل تبلغ قيمة سبيس إكس هذه المرة وهي أكبر شركة يونيكورن في الولايات المتحدة ب 150 مليار دولار، وهي الشركة الوحيدة القائمة من الفئة الصناعية. صحيح، وحتى بالمرتبة ثالثة سالي يبدو أن أوبن أي آي يعني احتلت يعني الصدارة، هي الأكبر بعالم الذكاء الاصطناعي. يعني نعرف اليوم سالي أنه العديد من الشركات ومن بينها مايكروسوفت وحتى إنفيديا قامت بالتعاون مع شركة أوبن أي آي بمجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي اليوم طبعا ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركة جعلها بالمرتبة الثالثة. طبعا نتحدث عن شركات اليونيكورن كما ذكرنا سالي، ولكن أيضا نبقى في قطاع التسويق وأيضا ما توقعته شركة أدوبي أناليستيك هذه المرة بأن يرتفع إنفاق المتسوقين حول العالم بأكثر من 10% من خلال أمازون. يعني اليوم إن كنا ننظر يعني إلى هذه التسويقات يعني وخاصة بالأيام المخصصة للتخفيضات هناك دفعة قوية والإعلانات التي تكون كبيرة والتخفيض في البضائع يعني وذات جودة جيدة تكون. صحيح سالي، يعني نذكر أنه حدث أمازون برايم داي يمتد على مدار
يومين، وبالنسبة للعام 2023 تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات كبيرة من خلال هذا الحدث ما يقرب من 14 مليار دولار، ومن المتوقع حتى يعني السنة بالنسبة للعام 2024 أن تحقق أيضا إيرادات كبيرة. هي أمازون يعني فعليا هناك بعض التقييمات التي كانت بالنسبة لآراء المتوسط المتسوقين في العالم ما زالوا يرون بأن أمازون هي التي تحتل الصدارة في مبيعات التجزئة الإلكترونية، وبالتالي هذه الصدارة مع وجود هذه الأيام المخصصة لأسعار والتخفيضات تمثل أيضا زيادة في المبيعات لهذه الشركات. شركة أمازون عالميا يبدو بأن أيضا استطاعت ليس فقط بأن تكون تحقيقها لأكبر قيمة للمبيعات في يوم واحد على الإطلاق، ولكن أيضا الصدارة من حيث أيضا القيمة السوقية وأداء سهمها. صحيح، ونذكر بهذا الإطار أيضا أنه كان لشركة أمازون مشروع شبيه بي يعني شركة شي إن، هي كانت بصدد إطلاق منصة ستقوم بها يعني أو فيها بعرض منتجات بأسعار قليلة، وذلك لمنافسة شي إن وتيمو وغيرها من المنصات التي تعرض منتجات رخيصة. نعم، وإن كانت هذه أخبارنا في تحت المجهر، لكن ملفاتنا مستمرة لسهم اليوم اخترناه لكم بالإضافة لما أبرز ما لدينا على جدول أعمال البوصلة بعد قليل. نواصل مشاهدينا معكم ما قبل الجرس، ماذا تحمل لنا اليوم الأسواق من مستجدات؟ ننتقل إلى غرفة الأخبار مع الطيب عبد الماجد ليطلعنا أكثر حول عناوين البوصلة. إليك الطيب. شكرا سانتيا، مرحبا بكما سانتيا وسالي. الأخبار جيدة فيما يتخص بالعناوين. صندوق النقد الدولي أو يحمل أخبار جيدة هذه المرة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد في العالم العام المقبل، لكن في ذات الوقت يحذر أن الخدمات قد تضغط على معدلات النمو نسبة لارتفاع أسعارها. لكن غير جيدة في السعودية من ذات الصندوق، يقول بأنه الضغط من تراجع إنتاج النفط وبالتالي يخفض توقعاته للنمو الاقتصاد السعودي ب1%، توقعات إبريك كانت 1.7%. الذهب يستغل وينتهز فرصة تنامي الآمال بخفض الفائدة ويسجل ارتفاعات ومكاسب ويسجل قمة قياسية جديدة الأونصة قرب 2470 دولار. في أخبار شركات بنك الكويت الوطني في الكويت تسجل أرباح صافية، نتحدث عن 953,600,000 دولار في النصف الأول من هذا العام. مجلس الإدارة يقرر توزيع 10% أرباح نقدية. هذا بجانب متابعتنا للأسواق بطبيعة الحال. شكرا لك طيب، وسنكون على متابعة لكل هذه التفاصيل خلال افتتاحية الأسواق الخليجية وردة الفعل مع نتائج أعمال القطاع المصرفي. وهذه المرة لسهم اليوم وسهم بنك أوف أمريكا الذي يعتبر من ثاني أكبر البنوك في الولايات المتحدة. نتائج أعمال هذا البنك كان لها ردة فعل إيجابية على حركة السهم يوم أمس. سنتيا سعادة تطلعنا على التفاصيل، أرباح أفضل من التوقعات وردة الفعل واضحة بأنها إيجابية. صحيح سالي، يبدو أن ارتفاع السهم وصل إلى 5%، وسنرى المزيد عن تفاعلات هذا السهم. إذن بنك أوف أمريكا ارتفع بحوالي 5% في جلسة أمس، وبالتالي اكتسب 17 مليار دولار في جلسة واحدة. نلاحظ أن مستوياته كانت عند حوالي 44 دولار. طبعا يأتي ذلك اليوم مع النتائج المالية الإيجابية والتي كانت أكثر من التوقعات. نذكر أنه اليوم يعني النتائج بالربع الثاني من العام الحالي تم تحقيق ربحية السهم عند حوالي 83 سنتا، وكانت التوقعات 80 سنتا، وهذا طبعا أعطى دعما ودفع للسهم. أيضا نشير بهذا الإطار أنه البنك حقق إيرادات بحوالي 25 مليار و500 مليون دولار، فيما التوقعات كانت بأقل من ذلك عند حوالي 25 مليار و200 مليون دولار، وبالتالي نلاحظ التفاعل الإيجابي على هذا السهم. وأتي ذلك اليوم أيضا مع سلسلة نتائج مالية إيجابية لبنوك أمريكية أخرى.
إذن مشاهدينا إلى تحركات الأسواق وأوامر ما قبل التداول في ظل زخم نتائج أعمال الشركات وخاصة من القطاع المصرفي في الكويت، وأيضا للمستويات الإيجابية التي شهدناها على سوق أبوظبي يوم أمس. ننتقل لشبكة مراسلي سي أم بي سي عربية ونرحب بكما بداية أسامة رشيد وكريم مسعد. يعني أسامة، أبدأ معك. قياديات القطاع المصرفي الوطني وأيضا بوبيان، نتائج إيجابية ولافتة بالنسبة للوطني. نعم، بالتأكيد. صباح الخير لكم جميعا. دارت عجلة البيانات المالية كما توقعنا بعد إغلاق جلسة الأمس بالوطني، ولاحقا صدرت بيانات المالية لبنك بوبيان. اللافت في الاثنين أنا أعتقد أنها أعلى أرباح مصرفية نصف سنوية للبنكين، يعني الوطني لا طوال فترة عملي على الأقل لم يحقق مليار دولار تقريبا في نصف سنة. كذلك بنك بوبيان في العام الماضي حقق 80 مليون دينار سنويا، وكانت أعلى أرباح في تاريخ البنك. نحن الآن في النصف الأول وسجلنا 50 مليون دينار تقريبا، فهذه أعتقد أعلى أرباح نصفية للبنكين. كيف ستكون ردة الفعل؟ هل يكون هناك تفاعل إيجابي أم أن التسعير كان في الأسبوعين الماضيين واليوم مع إعلان البيانات قد يكون هناك قصة أخرى؟ أعتقد ننتظر وسنرى كيف ستكون ردة فعل المتداولين الأفراد، وأقولها بين أقواس، الأفراد الذين اشتروا السهم قبل أيام انتظارا لهذه النتائج. بعد الوطني وبوبيان أعتقد هناك المزيد من البيانات المالية قادمة في الأيام المقبلة. نعم، صحيح. شكرا لك أسامة. وننتقل هذه المرة إلى سوق دبي المالي مع كريم مسعد. يعني كريم، أمس لاحظنا مؤشر فوتسي أبوظبي سجل أعلى إغلاق في شهرين، ولكن كان هناك تراجعات على مؤشر سوق دبي. ماذا عن توقعات افتتاحية اليوم؟ ربما سنتيا، بعد صباح الخير لك ولسالي وأسامة، ربما ننتظر بعضا من الهدوء الذي يسبق ربما مزيد من الزخم بعد الإعلان عن نتائج بنك الإمارات دبي الوطني التي من المفترض أن تتم مناقشتها في اجتماع مجلس الإدارة بعد هذه الجلسة أو بعد جلسة اليوم، على أن يتم الإعلان عن النتائج في صباح ربما الغد. هذا ما ننتظره وما تترقبه الأسواق. الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري على رأس هذه القائمة. كذلك أيضا نتحدث عن مصرف أبوظبي الإسلامي الذي من المقرر أن يجتمع أو أن تجتمع إدارته في 24 من يوليو الجاري لمناقشة والإعلان عن نتائج الأعمال المتعلقة بالربع الثاني. فالسوق عموما تنتظر أو الأسواق تنتظر بعضا من النتائج المالية للبنوك تحديدا وتأثير ضريبة الشركات على هذه النتائج. نعم، هذه واحدة. بعض الأخبار التي نشاهد ردة فعل أسهمها خلال هذه الجلسة، هل سيواصل الدار مكاسبه وتسجيل مستويات قياسية بعد أن أغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق؟ كذلك أيضا ننتظر التداولات الإيجابية لأبوظبي التجاري التي شهدناها خلال جلسة الأمس. ننتظر أيضا دراكن سكال خلال هذه الجلسة، كيف ستبدو تداولاته بعد نشر تقرير له علاقة بتعديل الميزانية العمومية بناء على القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة. وأنا أشكر أسامة وكريم، وتناغم اللون الوردي بينكما اليوم وإيجابية نتمناها للأسواق الكويتية والإماراتية. وإلى الأخبار الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على سي أن بي سي عربية، نبدأها بالخبر الأول مع اللاعب الفرنسي مبابي. يعني يبدو سالي أنه فعلا حقق حلم الطفولة، على الرغم من أنه فرنسي ولكنه اليوم أصبح مع إحدى الفرق الإسبانية. وإن كان هذا حلم الطفولة، سنرى إلى كم هدف سيكون لصالح ريال مدريد هذه المرة. صحيح، من هذا اللاعب المميز خلال الفترة المقبلة. صحيح. ومن عالم كرة القدم ننتقل هذه المرة إلى خبر آخر، وتحديدا مع يعني تقرير أعدته لنا الزميلة حنان الكبت. يبدو أن فعلا بعض الأدوية التي تؤدي إلى فقدان الوزن يمكن أيضا أن يكون لها عوارض جانبية خطيرة. فعليا
العوارض لم تعد تقف عند فقدان البصر، وإنما هناك عوارض مختلفة يتعرض لها من يتخذون هذا القرار بالاستعانة بهذا النوع من الأدوية في التخسيس. ولكن أيضا هناك المزيد من الأخبار، وهذا السوق الذي يشهد مبيعات قياسية في ظل الإقبال عليه هذه الفترة. صحيح. وأخيرا نختم أيضا مع الأخبار الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي من الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو فعلا أنه عدد الديمقراطيين الذين يعني يؤيدون انسحاب بايدن يزيد. يبدو بأن هذه الأسماء تتواتر بشكل كبير، والتأييد الذي يلحظ توجهه نحو ترامب وخاصة من كبار رجال الأعمال، وإن كان على رأسهم ماسك، سنرى إلى أي مدى ستكون يعني الكفة الراجحة يبدو بأنها لصالح ترامب في هذه الانتخابات. فعلا. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية ما قبل الجرس، ولكن طبعا نستمر في تحديثات الأسواق الخليجية والافتتاحية بعد الفاصل. إلى اللقاء.